ضغط كبير يمارس على الفيفا من طرف الجماهير الجزائرية، وسيكون هناك الوقت المتوقع التي ستتخذ فيه قرارها النهائي بخصوص شكوى المنتخب الوطني الجزائري ضد الحكم الغامبي جسام باكاري الذي تلاعب بنتيجة المباراة من أجل أقصاء الخضر من المونديال. كما نتوقع أن ترد الفيفا على شكوى المنتخب الوطني الجزائري، في حين لم يكن رد الفيفا سريع ودام أكثر من 3 أشهر. بلا شارة فإن قضية المنتخب الجزائري ضد الحكم جسامة ما زالت متواصلة، والفيفا لم تعطي حتى قرار نهائي بخصوص الشكوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لدى الفيفا. ومن المتوقع أن يكون القرار النهائي نهاية شهر جوان الحالي.